يتطلب أداء مناسك الحج مجهودا بدنيا، وقد يكون ذلك مرهقا على بعض أصحاب الأمراض المزمنة مثل مرضى الضغط أو السكري. معنا اليوم استشاري طب الأسرة الدكتور وليد البديوي ليسلط الضوء على أهم التدابير الوقائية التي ينبغي على الحجاج مراعاتها أثناء أداء فريضة الحج. أهلا وسهلا بك. صباح الخير جميعا. صباح الخير دكتور وليد، نورتنا اليوم في الاستوديو. أهلا وسهلا، الله يحييكم جميعا. في البداية حابين تحدثنا كيف ممكن نتأكد من جاهزية الحاج قبل ما أنه يتوجه للحج؟ ممتاز. طبعا في أحد الجاهزيات راح وقتها، لازم 15 يوم التطعيمات قبل الحج، فهذه راح وقتها الآن. في أشياء أخرى اللي استعداد الحجاج اللي بهم أمراض مزمنة، لازم يراجع طبيبه طبعا يتأكد من إمكانية الحج، لأن في ناس خلاص ما يقدر يحج لعدة أسباب، عنده مشاكل صحية، عنده مشاكل في أجهزة مهمة في الجسم، مشاكل القلب، مشاكل كلى، عدة مشاكل تمنع من الحج. فهذه يبغى له يراجع طبيبه، وبناء عليها يقرر له أو يساعده الطبيب في القرار هل يقدر يحج ولا لا، والقرار هذا إن شاء الله يعفيه حتى من المسؤولية إن شاء الله الشرعية نظن ذلك. الاستعدادات الأخرى أنه طبعا لازم تكون جاهزية الأدوية، اللي يأخذ أدوية باستمرار يتأكد من وجود الأدوية. بعض الناس تنتهي أدويته في الحج هناك لأنه ما استعد من هنا، وهذا يقعد يبحث يروح عليه يوم يومين بدون أدوية لأنه ما استعد ولا أخذ كمية كافية من الأدوية. بالعكس، لازم يأخذ ما يكفي ما بعد رحلة الحج احتياطا للمفاجآت والأشياء اللي بتحدث معه. طبعا الناس اللي هم لديهم طبعا يقدر يحج بس مع احتياطات معينة ومع أخذ أدوية معينة، برضو هذه بيقررها الطبيب له. هذه استعدادات مهمة قبل الحج. إضافة لذلك حقيبة الحاج اللي يكون فيها مواد معينة واستعدادات وأشياء تكون جاهزة معه، واللي تكون طوق النجاة بعض أحيان للحاج. بعض الحجاج اللي عنده حساسية من أشياء معينة لازم يكون معاه مثلا القلم اللي يعطى في حالات الحساسية المفاجئة. بعض الحجاج لازم يكون عنده طبعا أدويته والمبردات الأدوية مثل الأنسولين تحتاج تكون بدرجة حرارة معينة، هذه لازم تكون كلها في داخل الحقيبة، بالإضافة لأشياء اللي تساعد في الأمراض اللي هي الممكن يتعرض لها خلال فترة الحج طبعا، مثلا تسلخات الجلدية، مثلا ضربات الشمس، مثلا المظلة تكون جاهزة معاه لتحمي من الشمس. المظلة لازم تكون من الألوان الفاتحة، في ناس يخطئ لما يأخذ لون غامق، هذا اللون الغامق يزيد الأمور سوءا، يركز الشمس على رأسه. أما الألوان الفاتحة هذه لاحظت ناس، الأغلب الناس طبعا فاتحة، لكن بعض الناس يخطئ يضع ألوان غامقة وهذه تزيد الأمور سوءا، تركز أشعة الشمس على رأسه وتفاقم المشاكل. صحيح. دكتور، الحين في بعض الحجاج أو من الناس اللي بيحجون يصير عنده هبوط في السكر أو الضغط، وش أفضل تصرف يسوونه ذاك الوقت؟ طبعا في أغلب الحجاج اللي عنده مشكلة مزمنة يفضل طبعا ما يحج لوحده، يفضل يحج مع ناس. أغلب الحملات الحمد لله معها طبيب الآن موجود ومعها ناس، اللي يلاحظ عليه أي أعراض أو يحس ببداية أعراض لازم يبلغ أحد الموجودين، يقول تراني نازل علي الضغط ولا نازل علي السكر أو مرتفع الضغط أو مرتفع السكر عليه، فيبلغوا تبدأ الرعاية الطبية من هناك حيث الطبيب الموجود، أو يأخذونه إلى الوحدة الصحية في المكان مع المخيم أو مع الحملة، أو كذلك الوحدة الصحية التابعة لوزارة الصحة تكون موجودة في الموقع، أو حسب بعض الجهات لها وحدات صحية خاصة فيها. أو أهم شيء إنه يطلب نصيحة طبية في البداية قبل ما يتصرف، لأنه بعض الأحيان إذا ما طلب مساعدة في اللحظة نفسها ما يمدي حتى يأخذ أدويته، فلازم على الأقل يبلغ أحد من اللي حوله بشعوره بالأعراض اللي هي المعتادة، اللي معتادها لنزول السكر أو نزول الضغط أو ارتفاعهما. تمام. بما أنه إحنا نتكلم عن الضغط والسكر وخصوصا الأشخاص اللي يعانوا من هذا المرض المزمن، أعطينا نصائحك أو إرشاداتك للأشخاص اللي يعانوا من السكر أو حتى الضغط. زي ما قلنا طبعا يأخذ نصيحة من طبيب هل يقدر يحج ولا لا، يوفر الأدوية الكافية بحيث لا تخلص عليه هناك ويتورط في وقت الحج. لازم طبعا بصورة عامة ما يحتاجون إلى أن يكونون في بيئة مناسبة أكثر من غيرهم، يكونون في الظل دائما طبعا، ما يروحون جهة الشمس باستمرار، يحمون نفسهم من الشمس والظل، لأنه حساسية جسمهم للتغيرات الجوية أكثر من غيرهم طبعا مرضى السكر والضغط. مع توفر طبعا الأدوية وأخذ الأدوية في وقتها والتأكد من وجود يعني اللي هي الـ 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 الأشياء، بعض الأحيان أدوية السكر طبعا هي أشياء مساعدة معها، الإبر تلقى جايب العلاج مو هو جايب الإبر حقة السكر مثلا، ولا جايب معاه حتى وإن كان ما يستدعي إنه يأخذ إبر كحالة صحية، إذا كانت حالة ما سكر اللي ما يحتاج إبر، بس تكلم عن المرضى الحالة الصحية أشد ويبغى لها رعاية أكثر، الناس اللي يحتاجون الإبر لأن يحتاج يضعها في حافظة تحافظ على برودة إبر الأنسولين، ويحتاج يستخدم اللي هي طبعا
يحتاج يستخدم في إبر لها ناقص يتأكد احتياجاته كلها معه في شنطة طوق النجاة هذه نسميها احنا. يعني نتكلم احنا على الوقاية خير من العلاج. أكيد ما في شك. وأهم نصيحة تقدمها لهم إنه لابد إنه يشيك مع طبيبه المختص حيث نشوف حالته الصحية تستدعي أو لا. ولا يضغط على نفسه يعني الله ما جعلكم في الدين من حرج إذا ما يستطيع صح. لأنه كثير من الناس يصر ويدخل في عناد مع القريبين له اللي ينصحوه لا تذهب ويدخل هناك في مشاكل اللي. صحيح. جميل، هذه كانت أبرز المعلومات اللي إن شاء الله استفدنا منها أكيد دكتورنا وليد البديوي. شكرا أكيد لدكتورنا وليد البديوي استشاري طب الأسرة.